المنحة اليابانية لأجهزة كلية اصطناعية أو أجهزة الديلزة المسمى، حوالي 92 جهاز للمرضى لغسيل الكلى. طبعاً وجود هاي الأجهزة في الخدمات الطبية الملكية أضافت نقلة نوعية على أعداد هذه الأجهزة. تم توزيع 92 جهاز على مختلف المحافظات، مختلف المستشفيات والمراكز الصحية لدى الخدمات الطبية الملكية. الأجهزة الجديدة رح تساهم أكيد عنا في تقليل جهد المبذول من قبل مقدمي الخدمة. ثاني إشي رح يقلل من وقت انتظار المريض كونه تم استحداث نقاط جديدة للديلز الدموية. ثالث إشي رح تزيد عنا كفاءة الغسيل وهو المهم لأي مريض غسيل كلى، هذا اللي بأثر عليه في حياته اليومية. مستشفى الملكة رانيا العبدالله الأطفال في 22 تخصص رئيسي وفرعي في الأطفال وجراحات الأطفال، والمستشفى الوحيد التحويلي في المملكة الأردنية الهاشمية. فوجود أجهزة حديثة في المستشفى يعني راح ترفع من مستوى الخدمة الطبية اللي تقدم للمرضى، وبالتالي رضا المرضى وأهليهم راح يكون أعلى من السابق. طبعاً هذا المطلوب علامات الرئيسية. احنا تقريبا عندنا 28 سرير في وحدة العناية الحديثة للأطفال. عدد الأجهزة الجديدة المتبرع فيها 28 جهاز، أي تغطي كافة الأسرة الموجودة بوحدة العناية الحديثة في مستشفى الملكة رانيا. الأجهزة اللي تم تقديمها من المنحة اليابانية أجهزة حديثة، وهي بتحتوي على أجهزة لقياس الضغط وقياس كفاءة الغسيل للمريض